اهلا مسا عليكم. وقعنا على كنز منظمات، كنز بجد. ويعني بصوا، دخلت المعرض دي خراب بيوت. اما مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، يعني انا بصراحه مش متخيل كميه المنظمات، كميه الشغل اللي موجود في المحل ده، حاجه خيال بجد. نتفرج ونشوف الدنيا ايه، عشان بقى انا مش هتهبل لوحدي، نتهبل كلنا سوا. يلا بينا. بقى تعالوا، بص والنبي، بص والنبي الجمال. طب انا مش هشرح، هي الصوره تتكلم لوحدها. ايه ده بقى؟ ده ايه؟ ايه يا جدعان؟ ايه؟ ايه بقى؟ ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ ايه الجمال ده؟ يا نهار ابيض، ايه خراب البيوت ده؟ ايه ده؟ هنا التاجر يخش هنا وياخد من بعضه ويروح على طول، يعني ما ياخد بعضه ويرجع على مصر، يخلص هنا ويمشي خلاص، هو يخلص كل اللي معاه. دي ده ثبت مشابك، ده يتحط في مشابك والنبي. او بص دي شنطه برضو بتاعت المشابك. ايه الجمال ده؟ لا ده احنا ما عملناش حاجه، احنا لسه ما شفناش حاجه، ده احنا هنشوف العجب العجاب بجد، العجب العجاب. ايه الحلويات دي؟ ايه ده؟ طب احنا كل ده كده تقريبا هو ايه؟ نفس الستايل يعني، نفس الشغل ده. ايه بقى ده؟ ده ايه ده؟ ايه الكلام؟ انا هشتغل منظمات بس النهارده، منظمات وعندهم حاجات كتير قوي، بس انا بقى ادور على منظمات. الجواريف كلها قاعد ندور على المنظمات برضه، منظمات الدين. تعالى منظمات التوابل اهو، تعالوا كده بصوا من الاول كده، بصوا الجمال، بصوا بمقاساتها. ده غطا رخامي، المربع بتاعه، استنى نبعد شويه، المربع بتاعه اهو، ده المدور، ده المربع شفاف. بصوا ايه الجمال ده، حركات وتكات وشغل عالي قوي قوي قوي. هنحاول على قد ما نقدر نلقط اي حاجه من الحاجات دي، بس تكون سعرها مناسب، سعرها كويس وتنفع تخش مصر، ينفع تتباع في السوق المصري، عشان برضو نبقى فاهمين كل اللي بنتفرج عليه نقدر نجيبه. بصوا الشغل، بصوا الصغنون ده، دي بقى دي معياراتها اهي. بصوا برضو منظمات توابل، معيار ده الكليبس، 1 2 3 4 الوان، والابيض كمان، الروز بتاعه موجود على فكره في مصر الحاجات دي. المشكله في حوار الدولار ده ورفعه الدولار ده معجزانا جامد. بصوا ده، دي منظمات زي البلاستيك اللي عندنا، بس اكليريك. بصوا المنظر، دلع دلع دلع. تعالوا كده بقى نبص على الدلع اللي تحت ده. ايه بقى ده؟ ده ايه ده بقى؟ اوبا بقى، اوبا بقى، اوبا بقى. ده عندنا، ده موجود، بس حاجات كتيرة مش موجودة، في حاجات كتيرة الناس ما بتجيبهاش. بصوا طقم التلاجة ده، كليبس محكم الغلق. طب بصوا العلب دي، بصوا علب صغنونة خالص 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 خالص، الباكت كله. بصوا معرفش اتحط فيها ايه دي بقى، دي اتحط فيها ايه؟ تعالوا لسه ما خلصناش. ايه ده بقى؟ يا جماعه والله بصراحه يعني الشغل يهبل، شغل حلو قوي. بصوا الصواني، صواني الاكليريك، ايه الشياكه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلويات دي؟ يا رب نقدر نجيب اكبر اشكال واكبر اصناف موجوده من الشغل ده بجد، لان انا بصور الاول وبعد كده هنقعد نشتغل، فمش عارف بقى ايه اللي هيطلع معانا، انتوا حظكم يعني. بصوا الشغل، قالوا لا لسه في باكيات تانية كتيرة. بص الصواني دي، الصواني دي بقى طلع ترند، وفي منها المستطيل والمربع بتاعها. بصوا الجمال، منظمات. بصوا بقى بيضحكوا علينا، بصوا بقى الشغل كله اخضر ازاي، كل الشغل ده اخضر. كل حاجة عشان يلبسك في الحيط، يقول لك هتاخد بقى من كله، ما ينفعش تاخد حاجة او اتنين، تاخد بقى ايه كل التشكيل. وعاملها نفس الموضوع برضو في الاصل. بص كل شغل البطوط ده، كل حاجه بطوط، كله بطاطيط اهي. علب بيض، دي علب بيض، تخيلوا بقى دي علب بيض، حاجه وهم بجد. طب تعالى بقى على الاكليريكات الشفافه، كل شغل الاكليريك شفاف. طب ده يتحط في ايه ده؟ ده ايه؟
منظمات التلاجة. لأ لأ كده كتير. هنشوف الأزايز بقى، كمية أزايز لا حصرة لها. بصوا يعني ما يبقى لما تخش تجيب أزايز لازم تخش على الرفوف دي على طول. بص كل أشكال الأزايز، كبير صغير طويل عريض، مقاسات مختلفة، خامات مختلفة. بصراحة بصراحة تحفة. لا مش هنا بس، هنا كمان، هنا كمان. بصوا السوبرمان وجيم بقى وما جيمش بقى، والبخاخة وشاليمو ومن غير شاليمو. لا او هنا بس. لا بصوا بقى المربعات، دي منظمات البقوليات، احجام برضو، مقاسات. بصوا المنظر، في باسكت بقى، باسكت تحفة يعني. ده بص كل شغل الباسكت فوق لتحت، كل شغل الباسكت حلو قوي يعني. خامات طبعا، خامات اللي هي بالنسبة لنا خامات مستوردة، اشكال حلوة جدا، احسن طبعا بكتير من الاشكال المصري. دي برضو ازايز ومجات، والكب الشاليمو بتاع الاطفال. شفتوا الجرد الفلات ده؟ جرد الفلات اكليريك، فلات اكليريك. اه والله اخضر تحفه. بسرعه صغيره اهي. دي بقى الجزامه الاتش، شفتوا الجزامه الاكس دي بقى ايه؟ جزامه اتش. كل واحد يبقى ليه جزامته، اول حرف من اسمه حطوا للجن، اتحط على الجزام. الازايز الاكليريك والبندا بقى، بندا بقى بس نازل بقى بطوط وميكي وحاجات دي. في ازازة كانت حلوة قوي. بصوا العيلة بقى، دي عائلتها يعني، عيلة البيرفكت الموف، وهنا الاصفر اوليف، كل اشكالها بقى يعني. ممكن تعملوا طقم يعني، تعملوا اشكال طقم. في بقى ازازه هنا، دي بقى بتاعت الجيم، دي نملاها ميه، نملاها ميه، وبعدين ايه الناس اللي بتروح الجيم تاخدها معاها. يبقى بار في اليد دي، وازاز ميه في اليد دي. هنا بقى ده كل ده شغلنا، كل شغل مرصوص في الارض ده. هما بيرصوا في الارض، فاهمكم فكره رصه الارض دي. هما بيرصوا في الارض، بيكتبوا السعر والعدد داخل الكرتونه على كل الاصناف والمنتجات اللي احنا بنطلعها. وبعد ما بيخلصوا خالص، مش شرط يكون احنا اخترناها يعني، احنا بقى بنبتدي نختار، نقارن الاسعار وندرب، وبعد كده نشوف المناسب معانا بناخده، واللي مش مناسب ما بناخدوش. المناسب بنقول لهم على الكميات اللي احنا عايزينها وهما بيكتبوها. هي دلوقتي قاعده بتسعر الشغل كله اللي احنا طلعناه. دي برضو كانت الناس طلبتها مننا الفتره اللي فاتت، طلعناها لها. علب مناديل، البرطمانات دي برضو شيك قوي، حلو قوي. السادة دي للتوابل، وكليبس احجام صغيرة خالص عشان التوابل برضو. دي برضو كانت خلصت وطلبوها الناس مننا كتير، فجبناها تاني. ده الجاروف البطوط، بس ده المقاس اللي هو ايه، لا منه كبير ولا منه صغير، وفي منه شكل تاني. ده منظم اللي هو الترولي، اللي هو الحمام او الازاز الزيت والحاجات بتاعت ال كام بقى؟ 25. ده الاربعة دول، في منه كده؟ 4. ده 4. 3 بقى؟ 3؟ في موجود منه 3. دي فرشة الازاز السيليكون.
حلو، دي عندنا موجودة منها، دي يعني دي موجودة دلوقتي في المحلات، موجودة عندنا منها تقريبا ب 10 جنيه 15 حاجة كده يعني، بس هي حلوة يعني شغالة كويس. طيب عشان ما اطولش عليكم والفيديو يطول مننا والحاجات كتيرة مش عارفين نروح فين ونيجي منين، نشوفكم على خير الفيديو اللي جاي والسلام. Yes, 2个口吗？还有彩色的。